السلام عليكم. اليوم حبيت أسوي لكم الوصفة اللي متكون مصاحبة للتشورك اللي هي حلاوة الطحين، وخاصة بهذه الأيام المباركة اللي سوى ثواب عرضتها حتى تكون وصفة قريبة على الوصفة الثانية. طبعا هذه حلاوة الطحين. أول ما أبدي أستخدم أنا زبد حيواني، تقريبا نص قالب زبد أو شوية أكثر منه. أنتظره لحد ما يذوب، طبعا أقلل النار حتى لا يحترق ويأثر على طعم الطحين. هنا انتظره لحد ما يذوب. طبعا هنا بدأ يذوب الزبد، حشيل شوية هذا القطعة الصغيرة لأنه شفت صار أكثر، وأبدي أضيف الطحين. أضيف تقريبا كوب ونص، هذا كوب ونص طحين. هسه أخليها تتحمر وياه، مو شرط تتحمر إلا يتغير لونها، لا هذا اللون يبقى حسب رغبة الشخص اللي يسويها. مثل أني أحبها تكون سمرة زايد أسويها سمرة، أحبها تكون شجرة عادي أسويها شجرة، أحبها تكون مايلة على البيضة يعني قريبة على لونها الحقيقي هم أخليها. بس أهم فقرة هي على مدى تطير ريحة الطحين، لازم أبقى أحمس بيها ويا الطحين. وشي ثاني، وإحنا نحمسها أو نفسها الفقرة اللي تصير تصير كتل خفيفة. هذه الكتل الخفيفة بالملعقة الخشب أقدر أفت الكتل على مدة لبلة خير، تصير صعب علي أنه أحلها بشي. أبقى أقلب لحد ما يتغير اللون. طبعا إحنا نحبها اللون يكون فاتح يعني قريب على البيضة. طبعا هنا حبيت أنكه حلاوة الطحين بالهيل وبالفانيلا، فهنا الهيل فتحت حبات الهيل وحدق بالهاون حبات الهيل السوداء أطحنهم، وبعد ما أطحنهم أضيفه. شنو الغاية من أضيفها بهالمرحلة من التحميص أو التحمير؟ على مود ريحة الهيل تطلع. ريحة الهيل تطلع لما تنحمس ويا الطحين أفضل مما أضيفها بالأخير. لا بالأخير ما تطلع الريحة كاملة. فهنا حطحنا بشكل تام بس الحبيبات من غير قشر الهيل، وأضيفها طبعا على مود تتنكه وياها وأخليها تتحمر وياها. هنا حضيفها وأتركها تكمل استواها أو تحميرها. هنا أبقى طبعا هنا الريحة بدأت بالبيت تطلع، ريحة كلش طيبة. وأستخدم نص غلاف فانيلا، نص فقط مو هواية، على مود ما أركز الريحة، بس هنا على مود تنطيها مثل طعم الشوكولاتية أو هالشي يعني قريب على هالشي. طيب هنا بعد ما وصلت التحمير اللي أني أحبه، اللون اللي أني أحبه، أكون محضرة الشيرة أو العسل أو القطر شنو تسموه بارد. طبعا أنا أسوي كمية شوي كبيرة وأقسمها قسمين، أخزن قسم بالثلاجة وقسم أستخدمه مثل الوصفة اللي أنا أستخدمها بوقتها. هنا قللت النار وبديت أضيف بالتدريج القطر. حتقولون وش قد كمية القطر أو الشيرة؟ أنا هنا بما أنه استخدمت كوب ونص طحين راح أستخدم تقريبا 3/4 كوب من الشيرة العسل، أو اللي يحبها تكون حلوة يضيف كوب كامل ونص كوب إلى 3/4 كوب من الماء. بس هذا الخفة يعني الثخن والخفة مالت الحلاوة هذا تكون حسب رغبته، إحنا نحبها تكون قريبة على الخفيفة لكن مو حيل خفيفة يعني مو هالدرجة. فهنا أبقى أقلب بيها طبعا كل شوية أضيف قطر بالتدريج وما يهمين، وأبقى أخلطها. بما أنها شوية صارت ثقيلة، شنو الحل اللي أخليها تصير سوفت أو ناعمة جدا؟ فأني بعد ما أضيف شوية الماء بعد
أروح للخلاط الكهربائي اللي نسوي به العصير، أضيف هذه كل الخلطة وأتركها بس شوية تنخلط، يعني مدة تقريبا 3 دقائق فقط أو دقيقتين دقيقة لحد ما تصير سوفت، أرجع أضيفها بالقدر اللي دا استخدمه وأرجع شوية على النار حركة خفيفة وتجهز. طبعا هذه بعد ما خليتها بالخلاط الكهربائي اللي نسوي به العصير، شوف شلون صارت هنا شوية خفيفة، فحبقيها شوية على النار لحد ما تسخن شوية قليل. أنا ما أريد إذا تبقى ساعة أو ساعتين بعدين من أرجع لها ألقاها عبارة عن قطعة قسم، لا هم شوية أريدها من أخذها تصير نوعا ما شلون الزردة، يعني خفيفة وتنشال مثل الشوربة بس ثقيلة. وهذا طبعا جهزت وخلصت. هنا أقدمها بماعون التقديم، وأهم شيء هو يكون مسطح على مود لا تصير عميقة، إنه من تاخذوها تصير ثقيلة. وأزينها بهالموجود، عندكم لوز، عندكم أي أنواع مكسرات. أنا هنا عندي جوز هند، حبيت أقدمها يا جوز الهند. طبعا هذه قدمتها، ويا رب عجبتكم طريقتي وتكون سهلة عليكم تقدموها ويا تشرك أو وحدها، يعني هم عادي مو مشكلة. أكيد إذا عجبتكم فيديوهاتي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي، ولايك للفيديو إذا عجبكم. مع السلامة.